السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال. كنقترح لكم وصفه ديال بيتزا بدقيق القمح الكامل والخضر، بيتزا اللي كتجي لذيذه بزاف وكتجي صحيه طبعا. اذا غادي نخليكم تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فغادي نشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديال العجين، يعني غنشوفهم في نفس الوقت. فغادي نحتاجوا 150 غرام ديال دقيق القمح الكامل اللي غادي نخلطوا مع واحد 2 غرام ديال الخميره الا كانت يعني ديك الحبيبات كانت طازجه يعني طريه، فكنحتاجوا واحد معلقه صغيره وكنضيفوا لهم 150 غرام ديال الماء وكنخلطوهم مزيان، ثم كنغطيوهم وكنخليوهم جانبا 10 ديال الدقائق حتى كيتخمر لينا هذا الخليط. ناخذ البول ديالنا اللي كنوضعوا فيه 50 غرام ديال الدقيق ابيض و50 غرام ديال الدقيق الاصفر اللي هو الدقيق الفينو، كنضيفوا الملح ونضيفوا يعني السكر الا بغينا، كنضيفوا واحد الرشيشه ديال السكر، ثم كنضيفوا العجين الاول اللي حضرنا كما كتشوفوا فراه خمر، كنضيفوا هذا الخليط ديال الدقيق الاصفر مع الدقيق الابيض. كنضيف واحد الرشيشه ديال الزعتر محكوك، كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وكنرشو شويه ديال الحبق مجفف، كنخلطوا هاد المكونات مزيان وكنعجنوها وكندلكوها مزيان. فهنا الا احتجت الماء كنزيدو، سينو الا كانت كافيه يعني الماء الاول اللي درنا في يعني داك الدقيق القمح الكامل فكنكتفيو به وكندلكو العجين ديالنا مزيان. بالنسبه للحشوه فغادي نحتاجو الخضر، فهنا غادي ناخذ البصله اللي كنقطع دوائر رقيقه، الدنجال ايضا حتى هو دوائر رقيقه، عندي البروكولي اللي كنقطعو شرائح، الفلفله دوائر رقيقه ايضا، الكورجيت اولا القرعه الخضراء، وعندي هنا طماطم مجففه. غادي نحتاجو ايضا صلصه الطماطم، الوصفه غتلقاوها في الفيديو الفوق. غنحتاجو سبانخ اللي مقطع يعني مقطع القطع صغيره، غنحتاجو جبن احمر اولا جبن موتزاريلا محكوك، وطبعا العجين اللي حضرنا. كناخدو مقله، المقله اللي على هذا الشكل كما كتشوفوا كتكون مشرطه اللي يعني كنشويو فيها وهي فوق البوطه، فكنستعملوها انها فوق البوطه وكتعطينا تشويين هاد الخضر ديالنا، فكنتفو فيها الخضر. ممكن ان نرشوها بشويه ديال زيت الزيتون، اللي ما كتوفروش على المقله فممكن انكم تستعملوا انية ديال الفرن وتديروا فيها الخضر ترشوها بزيت الزيتون وتدخلوها الفران، فيعني نفس الطريقه مع غير من يعني من وقت لوقت كنقلبوا هاد الخضر. هنا الخضر كثيره، فمن الافضل انني غنستعمل يعني غنستعمل مقله اخرى باش نستف فيها الخضر هكذا، يعني الخضر ديالنا تشوينا مزيان. كما قلت فمره مره كنقلبوا الخضر ديالنا،
كناخدو العجين ديالنا وكنرشو دقيق القمح وكنبسطوه مزيان، كنحاولوا اننا نبسطوه بالمدلك باش يساعدنا يعني يتبسط لينا العجين ديالنا مزيان ويجينا رقيق. ثم كنوضعوه في الانيه ديال الفرن وكنحاولوا اننا نقادوه مزيان وكنزولوا دوك الزوائد. كناخدو مصاصة ديال الطماطم وكنوزعوها فوق العجين مزيان. كناخدو الخضر ديالنا وكنوزعوها فوق من الصلصه ديال الطماطم. كنرشو لي زيبينار وكنقطعوا الطماطم مجففه وكنديروها. فهنا الطماطم مجففه فخصنا نردوا ليها البال في الفرن انها دغيا يعني كتاخذ يعني كتقدر تحرق لينا، فمن الافضل اننا ما نديروها حتى الاخير او الا درناها دابا يعني من الاول فنردوا ليها البال ان العافيه ملي تكون من الفوق ما تكونش مجهده. ثم كندخلوا البيتزا ديالنا الفرن، الفرن اللي كنكونوا مسخنينه من قبل على 200 درجه. ملي كندخلوا البيتزا ديالنا كنطفيو الفوق يعني كنكونوا شاعلين الفوق والتحت، فاش كنبغيو ندخلوا البيتزا ديالنا كنطفيو الفوق كنخليو غير التحت، وفي النص ديال الطياب ديالها يعني ملي تبدا كتحمر لينا من التحت كنشعلوا الفوق باش تكمل الطياب يعني اون ميم طون التحت والفوق. اذا هذه البيتزا ديالنا بعد ما طات فكنخرجها من الفرن وكنرشها بالجبن يعني جبن احمر محكوك اولا جبن موتزاريلا، وكنرش الحبق والزعتر. فهنا ممكن اننا نرجعوها تيدوب داك الفرماج اولا الا كانت سخونه مباشره هو حنا كنوضعوه هو كيدوب، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا. اذا هذا الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا، كما كتشوفوا فكتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه ولذيذه بزاف يعني وصحيه بدرجه كبيره لانها غنيه بداك الخضر اللي درنا فيها وطبعا العجين ديالها بدقيق القمح الكامل، فطب كتجي صحيه جدا. فاتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه عندكم وشاركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي، وبالصحه والراحه.